water quality parameters. احنا كنا خلصنا البارامترز الجنرال، وهنبتدي ناخد بقى الكيس ستادي الريفر والليك وكل بارامتر منها، وناخد الستاندردز النهارده ان شاء الله. لو خلصنا بسرعه وفيكم نفس هنخش على المحاضره اللي كان المفروض ناخدها النهارده. لو اكتفيتوا بهذا القدر خلاص هنكتفي بهذا القدر. دي من ضمن الحاجات اللي كنا خدناها المره اللي فاتت، بس يعني انا احتفظت بيها علشان نبقى نفتكرها. يعني ايه الكومن بارامترز لاي ناتشرال ووتر؟ زي ما اننا نسترجع مع بعض الخصائص الهيدرولوجيه سواء التصرف او الدبس، الخصائص الفيزيائيه اللي هي اللون والعقاره والريحه ودرجه الحراره ودرجه الجو الويذر. بعد كده من الحاجات المهمه بقى الكيميائيه والبيولوجيه. الكيميائيه الديزولفد اكسجين اللي هو الرمز بتاعه دي او، البي اتش الاس الهيدروجيني، التوتال فوسفورس، التوتال امونيوم، دي كلها حاجات كيميائيه. الايكولاي بكتيريا والكلوروفيل دي حاجات بيولوجيه بتدخل معانا في الاتروفيكيشن، بتدخل معانا في الانديكيتور في وجود اي ملوثات باثولوجيه. الايكولاي نوع من انواع البكتيريا. الكلوروفيل اي ده اللي هو المادة الخضراء اللي بتبقى موجودة في النبات، نسبتها بتبقى مؤشر للكائنات الحية اللي موجودة، اقدر اخدها كمؤشر. دول بستخدمهم كمؤشرات للبيولوجي. التوتال فوسفورس والتوتال امونيا بستخدمهم كمؤشرات للإتروفيكيشن. البي اتش باخده كمؤشر للحمضية والقاعدية. الايكولاي مؤشر لوجود ملوثات بيولوجية. الديزولفد اكسجين مؤشر للايكولوجي اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، هل الاكواتيك سيستم او البيئه المائيه تصلح للحياه تصلح للحياه الاحياء المائيه فيها، ولا وجوده اقل من انه يحافظ على كائنات، وهل وجوده بنسبه تسبب توازن بيئي ولا اختلال في التوازن البيئي. الحاجات التانية دي كلها خصائص بقى هيدرولوجية ومترولوجية مهمة لكل حاجة. لو هتكلم على البحيرة ببقى لها دبس في النص فزي ما هنتكلم، ودبس شائب على الأطراف. لو بتكلم على نهر هيبقى فيه قطاع للنهر وتصرف للنهر وهكذا. يعني فدي خصائص هيدرولوجية، دي خصائص فيزيائية ومترولوجية. الدي او الاكسجين والبي اتش والفوسفورس والنيتروجين دول كيميائيه، الايكولاي والكلوروفيل بيولوجيه. الصفحه دي مهمه جدا جدا، واعتبر انك معاك سؤال مضمون اهو سواء في الميد تيرم او في الفاينل. ايه الكومن ووتر بارامترز؟ ده مش مرتبط لا بنهر لا بريفر ولا ده باي حاجه فيها ناتشرال ووتر. ايه الحاجات اللي انا لو ما عنديش حتى داتا هفكر اعملها؟ يبقى الجزء ده سؤال معاك بغششهولك بمناسبه رمضان، والزكاة بيبقى كتير في رمضان والصدقات. انت معاك هو الصدقه معاك سؤال معروف تحفظ الاجابه دي لان دي مهمه جدا. السلايد دي ثلاثه في محاضره اربعه مهمه جدا، والحاضر يبلغ الغايب ان ده سؤال هيجي في الامتحان عشان تهتموا بيه، لانه هو شامل كل العناصر الهيدرولوجيه، المترولوجيه، الكيميائيه، الفيزيائيه، البيولوجيه. عشان كده انا احتفظت بيه. الكلام ده مفصل للي قبله، يعني الفيزيائيه فيها التمبريتشر. ويا ريت لو حد بقى يعني من الناس الاوائل او المهتمين بالماده ياخد الحاجات دي ويقسمها لي، يقول لي ده فيزيكال، ده هيدرولوجيكال، ده كيميكال، بيولوجيكال. يعني يعمل شارت كده فيه اربع خانات ويحط الحاجات دي اللي هي صفحه اربعه يوزعها تحت كل واحده فيها. الكيميكال تحت الكيميكال هيدي له درجه في عمل السنه. لو حد عملها وبعتها لي انا على طول على التيمز او على جروب الماده انا هدي له لها درجه لوحدها. دول برضو يتحفظوا. اللي اخذناه قبل كده ده جنرال، ده البرانشز واهم العناصر. هنا ده مور ديتيل، يعني دي تفصيل اكتر بكل واحده لوحدها. تمبريتشر ده فيزيكال، الاذر الريحه فيزيكال،
التوتال سسبندد سوليد فيزيكال، الالكتريكال موجود في كيميكال، البي اتش كيميكال 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 كيميكال، الامونيا النيتريت والنيتريت الفوسفورس، الميجر ايونز ده كله كيميكال، الالكالينيتي والاسيديتي المرتبطه بالبي اتش كيميكال، الميكروبيولوجيكال انديكيتور ايكولاي وفاكل كوليفورم جي مايكرو بيولوجيكال، الاتروفيكيشن ستيتس ده مؤشر او حاله نوع من التلوث، الهيفي ميتالز دي كيميكال، الاورجانيك مايكرو بوليوتنت دي كيميكال. دي تقسيمه ثانيه، فيا ريت كده زي اكتيفيتي ممكن حتى ابعتها لكم لوحدها كنوع من الاكتيفيتيز، انك انت تحط الحاجات اللي موجوده في المحاضرات في شكل اربع عناصر: هيدرولوجيكال كيميكال بيولوجيكال وفيزيكال، لان انا شرحتهم في المحاضره اللي فاتت باكتر من مره وبعيدهم المره دي لانهم مهمين للتاكيد. زي ما قلنا لو ما عنديش امكانيات، واحنا عارفين ان الدراسات دي بتتكلف فلوس كتير، لو ما عنديش امكانيات تكلف اقل حاجه ممكن يعني اعملها او اقيسها او ادرسها، لو ما عنديش ريسورسز خالص ومش هقدر اعمل تجارب كتير، يبقى التي دي اس اللي هو الاملاح المذابه، والتي اس اس المواد المعلقه اللي هي بتعرف التربيديتي العقاره يعني، وبعد كده التمبريتشر والبي اتش، ودول بقيسهم في الفيلد على طول. الالكتريكال كوندكتيفيتي ده برضو اللي هي الموصوليه الكهربيه، دي بقيسها في الموقع على طول. الديزولفد اكسجين دي او بقيسه برضو في الموقع على طول. دي كلها ليها سنسورز، وان شاء الله ربنا قدرنا في يوم يكون عندكم سيكشن في الكليه هخلي المعيدين يودوكم المعمل ويوروكم التجارب دي في الطبيعه ازاي تقيسها، لان احنا قبل الكورونا كنا عندنا لازم سيكشن عملي ولازم شغل في الموقع، نجيب عينات ونحللها في المعمل، بس للاسف السنه اللي فاتت وما قدرناش نعمل كده عشان الكورونا. فاتمنى السنه دي بس تروح المعمل في يوم يكون اوريدي عندكم سيكشن في الكليه، مش هيوديكم مصر وهتشوفوا الكلام ده وهتشوفوا التجارب بنفسكم. يعني النيترات والامونيا والارثون دي عشان اتاكد في نيتروفيكيشن ولا لا، في اوتروفيكيشن ولا لا، التوتال فوسفورس والتوتال نيتروجين بريودكلي يعني كل فتره، دي اقل حاجه ممكن اعملها لو ما عنديش تكاليف خالص. كنا وقفنا عند البي اتش، وانا قلت لكم ان النيوترال في البي اتش عند 7، وانا بتحرك لحد 0 بتزيد الحمضيه، وانا بتحرك لحد 14 بتزيد القاعديه، وكنا قفلنا على كده وقلت خلاص كفايه مش قادرين. وهنا قلنا ليه بتزيد، يعني التفسير بتاع ليه بتزيد القاعديه وليه بتزيد الحمضيه. في حاله النيوترال الذره بتاعتي العدد الالكترونز فيها ثابت، اللي احنا عارفين ان الجزء الذره بتتكون من بروتون وحوله مجموعه من الالكترونات، مش محتاجه طبعا ارسمها زي ما كنتوا بتاخدوا في الكيمياء. في مدارات بتبقى مكتمله، بتبقى الذره في حاله متعادله ايونيا. لو حصل انه في الكترون اتنقل من ماده تانية وراح للمركب للاتش بقى اتش بلس، ده بيزود لي الحمضيه بيخليها تتجه للحمضيه اكتر. لو حصل انه اتاخد من الهيدروجين الاس الهيدروجيني اتاخد منه الكترون يعني انسحب منه، فده بيزود القاعديه. القاعدية والحامضية النيوترال عند 7 كده بزيد حامضي كده، بتفرق في ايه؟ تفرق في حاجات كتير جدا جدا، في التفاعلات، في نوع التلوث. والرسمة دي احنا شرحناها المرة اللي فاتت وقلنا ان اللبن الحامضية بتاعته قد كده، والبيبسي والليمون وعصير الليمون والحاجات دي كلها موجودة قدامكم، تقدر تسألوا كده فيها كمعلومات عامة. البي اتش هو اللي بيحدد لي الحامضية والقاعدية. الأسيديتي الحامضية أنا بحاول أقول بالعربي وبالإنجليش عشان الناس اللي عندها مشكلة في اللغة، وبحاول أقول بالراحة برضو. الألكالينيتي القاعدية والأسيديتي، طبعا احنا عرفنا من البي اتش
انه اقل من 7 لحد 0 اسد وحامضي، ومن 7 ل 14 قاعد دي. طيب تفرق بقى معايا في ايه في الكلام ده؟ منه يعني تعرف ان هي عبارة عن في الرينج من كذا لكذا، ده مجرد بس تعريف. وآثار يعني سواء الاسيديتي او الالكالينتي هو تفاعل مع هيدروكسيد ايونز. زي ما قلنا هو الهيدروجين بيبقى في حاله ايونيه، فلو اكتسب الكترون يبقى قاعدي، واتخصم منه الكترون يبقى حامضي. وهنا بيقول لك انه الحمضيه والقاعديه بتفرق كتير جدا. لو مثلا بتتعامل مع الخرسانه او الميه اللي بتخلط بيها خلطه الخرسانه فيها أحماض أو فيها مواد قاعدية، والناس اللي بتتدرب في الصيف أو بتشتغل في مكاتب أو في مواقع هتلاقي دايما لما بعض الأحيان بيستخدم أسمنت مقاوم للكبريتات. حد عارف إحنا ليه الناس اللي بتشتغل أحيانا في الصيف أو بتتدرب ليه أحيانا بنستخدم أسمنت مقاوم للكبريتات بدل ما نستخدم الأسمنت البرتولندي العادي؟ حد يعرف؟ مفيش حد بيشتغل في الصيف؟ ولا انتوا لسه نايمين ما صحيتوش؟ هو ده ممكن مثلا يا دكتور علشان المايه نعم المستخدمه مثلا ممكن تبقى فيها درجه ملوثات او علي حاجه. صوتك شوية مش سامع. سامعني كده يا دكتور؟ سامعك بس علي صوتك شوية. سامعني كده؟ سامعك بس صوتك واطي برضه. طب تمام. طب علي انا والله معلي قوي. طب نعم كده تمام؟ لا ايه قرب من السماعات. طيب اهو حضرتك سامعني كده يا دكتور؟ كده معقول. ها تمام. كنت بقول لحضرتك ممكن يكون مثلا علشان المايه المستخدمه فيها درجه من الكبريتات او الكلوريدات، الكبريتات دي احنا فدي بتاثر بنسميها الخرسانه عندنا، الكبريتات اللي انت ملوثات. بتقول عليها دي احنا مسمينها عندنا هنا الاملاح الذائبه. فالكبريتات والكلوريدات كل دي حامضيه، فانا بروح انا مستخدمه اسمنت مقاوم لها علشان يتفاعل معاها وما يخليش الحاجات دي تاثر على حديد التسليح وتخليه صلج. فانا بقول لك معلومه انت ممكن ما تكونش عارفها، بس بقولها لك التفسير بتاعها العلمي. علشان كده بقول لكم الماده دي عامله ازاي، الناشونال جيوغرافيك. انت بتقعد تسمع معلومات عامه كده بتفسر لك حاجات ممكن تشوفها في الميديا ما تبقاش عارف تفسيرها، احنا هنلاقي لها تفسير علمي ان شاء الله. فدايما في الخلطات الخرسانيه لازم يطلبوا من المقاول يجيب بيعمل تحليل للعينه بتاعه الميه قبل الخلط عشان يحددوا نوع الاسمنت اللي موجود اللي هيخلطوا بيه الخلطه الخرسانيه. العصر المياه او الهاردنس
العصر المائي او التوتال هاردنس دي اللي بتعبر عن مدى العصر بتاع المياه. العصر مقصود بيه قابليه المياه لذوبان الاملاح فيها. طب هو بيجي منين العصر ده؟ نتيجه مركبات الكربونات الكالسيوم اللي موجوده، زياده نسبه كربونات الكالسيوم اللي موجوده فيها. وكربونات الكالسيوم بتزيد يا اما من تفاعلات ملوثات، يا اما من تفاعل مع ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو، يا اما من وجود الكالسيوم والمغنيسيوم في صوره ايونيه. الهاردنس، لو الدليل على الهاردنس ان الميه المالحه مثلا بتاعت البحر لما تيجي تغسل ايدك بصابونه فيها تلاقيها ما بترغيش خالص. ما بترغيش دي معناها انه الميه المالحه في حاله عصر ما بتخليش الصابون يرغي دي ده المفهوم البسيط اللي اقدر اوصله لك. عصر المايه يعني ايه؟ يعني المايه ما بتتصرفش بالبيهيفير العادي بتاعها زي ما هي نازله من الحنفيه، لا بتبقى فيها صعوبه في التعامل معاها. فالهاردنس او العصر ده بيقسم له درجات، يعني من 0 ل 60، وهي بتتعرف بيه بالملي جرام على اللتر، باليونتس يعني بجزيئات، زي ما اي املاح بتتعرف بالجزيئات. من 0 ل 60 بتبقى المياه سوفت، ودي قريبه من المياه اللي موجوده في الحنفيه اللي نازله من الحنفيات. من 61 ل 120 مودريت متوسطه، من 120 هارد، اكتر من 180 فيري هارد، دي زي ميه البحر. الهارد دي ممكن تكون ميه الترع او المصارف اللي هي مرتبطه بملوثات، دي قريبه من المياه اللي نازله من الحنفيه. دي بصفة عامة عصر المية. عصر المية مشكلة في الزراعة، لو أنا زرعت بمية مياه عسيرة فيها هاردنس بتتفاعل مع المبيدات والأسمدة والحاجات اللي بتستخدم في الزراعة وبتسبب ذبول النباتات. يعني مشكلة جدا إن أنا عندي الصوديوم والعصر اللي هو كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم، والصوديوم بيأثروا تأثير سلبي جدا على الزراعة مش على الصحة. ده مرتبط حاجات مرتبطة بمية الزراعة أكتر. يعني التوتال ديزولفد سوليدز، ودي من الأملاح الزائبة بقى اللي كنا لسه بنقول عليها، الكبريتات والكلوريدات كل الحاجات دي بنسميها توتال ديزولفد سوليدز، المواد الكلية الزائبة أو الأملاح الكلية الزائبة، وبرضه بناخدها بالملي جرام على اللتر. يعني كل تي دي اس بالملي جرام على اللتر قد إيه، ودي مؤشر لقابلية المية للذوبان فيها، يعني كسولفنت كمحلول التي دي اس ده مؤشر لها هل هي تقدر تتقبل مواد مذابة فيها قد إيه، وهل المواد المذابة دي موجودة في صورة معلقة مش ذائبة، ولا موجودة في صورة ذائبة جوه المحلول. لو في صورة معلقة يعني أنا عندي الحبيبات أقدر أحددها إنه المية أهي بس فيها حبيبات مادة معلقة فيها، زي العقارة والطمي مثلا. الطمي ما بيغيرش التركيب بتاع المية، لكن بيبقى موجود الحبيبات بتاعته في وحدة الحجوم من أي مية لترعة أو مصرف أو نهر، في الطين أو الطمي اللي موجود معلق بس ما بيأثرش على التركيب الكيميائي. نفترض بقى في أملاح زي الكبريتات والكلوريدات اللي هي ممكن تكون ناتجة من أي سبب أو أي نشاط، الأملاح دي ممكن تكون ذائبة وممكن تكون غير ذائبة معلق. الكوندكتيفيتي أو الموصولية
دي من المؤشرات برضو اللي بتقول لي هي المية ممكن تشتغل، يعني مؤشر المية فيها تلوث ولا لا من قدرتها على الموصلية الكهربية فيها. يعني هي مؤشر لنقل واستخدام المياه كنقل للكهرباء او للتيار الكهربي، وكل ما التلوث زاد كل ما الاي سي قلت، يعني لما دي تزيد قابليتها تقل. ده اللي اتكلمنا عليه اللي هو الصوديوم ابسوربشن ريشيو الاس اي ار، وده مهم جدا في الزراعه وفي منظمه الفو بتنص عليه. لو عندي صوديوم زائد او ممتص في الميه بتاعه الري ده بيسبب مشاكل كارثيه بالنسبه للمحاصيل الزراعيه. فلو انا بتعامل مع الري لازم اعمل تشيك على القيمه دي واقارنها، لو مش للري مش مهتمه، يعني مش مهم ان انا اعمل تشيك عليها. فمية الري لازم أتأكد إنه الصوديوم الممتص فيها النسبة بتاعته وزن الليمتس اللي قالت عليها المنظمات سواء الفاو أو المنظمات المحلية زي جهاز شؤون البيئة. وهي طبعا يعني الصوديوم بصفة عامة موجود في الملح ككلوريد صوديوم، الملح اللي هو العادي. فالصوديوم بصفة عامة مضر بالزراعة، سواء لو الملوحة زادت على الزراعة بتبوظها، لو الصوديوم امتص بالتربة من خلال المية ووصل لبذور النباتات بيضر برضو بالنبات. فوجود الصوديوم من الحاجات اللي هي بتضر بالزراعة، عكس النيتروجين وعكس النيتروجين والفوسفور. النيتروجين والفوسفور بيفيدوا النبات، عشان كده هم موجودين بكثافة في الأسمدة والمبيدات، لكن وجود الصوديوم بيضر بالنباتات، فلازم يا إما أتخلص منه يا إما أتأكد إن وجوده بنسبة لا تسمح بتلف المحاصيل. الراديو نيكولاتس اللي هي الأشعة بصفة عامة زي ألفا وبيتا وجاما، كل أنواع الأشعة لو موجودة في المياه دي بتدمر المية وتدمرها لسنين طويلة، ما تنفعش تستعمل، لأن يعني لو حصل انفجار نووي ووصل للمية، المية دي ما تنفعش تتشرب خالص واستخداماتها لازم تكون ليميتد. فالمواد المشعة بكل أشكالها ألفا وبيتا وجاما من الحاجات الخطرة جدا جدا على المية اللي وصلت لها. المنظمة الـ EPA اللي هي Environmental Protect Agency الأمريكية بتقول إنه أي تريس، أي درجة من درجات الراديشن موجودة في المية دي بتبقى مضرة بالمية ولا تستخدم في أي استخدامات. دي أحد الـ Regulations أو الـ Foods الـ Standards اللي إحنا هنتعرضلها في الآخر بالتفصيل. دي الأمريكية بتعتبر ان وجود اي حتى اثر للمواد المشعه في الميه تستبعد الميه دي من اي استخدام. الاورجانيك ماتيريال، حد عارف ايه الفرق بين الاورجانيك والان اورجانيك؟ طب انا هقولها وبعد كده هسال السؤال تاني. انا هقول الاورجانيك وبعد كده بعدها هقول ايه الاورجانيك وحد هيجاوبني، ركزوا معايا. انا عارفه ان المواعيد دي وحشه قوي في الصيام، ومعظم الناس منكم ما بتصحاش اصلا قبل العصر يعني، فمعلش هو قدرنا بقى كده، رمضان مع كورونا مع المحاضرات كله مع بعض يعني. انا عندي في اورجانيك كيميكالز من الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين، وفي عندي organic compounds زي CL ده الكلور والبروم برومين اللي هو البروم واليود والفوسفور والكبريت والفلور، دي برضو organic.
في البنزين، مركبات مشتقات بترولية، وجود الحاجات دي مرتبطة بالصحة. يعني لو أنا عندي أي من الحاجات دي موجودة في المية بتغير طعمها، وأكيد أنتوا كلكم لما بتشوفوا فجأة كده تلاقوا طعم المية اللي نازلة من الحنفيات فيها ريحة كلور، بتبقى مزودين كمية الكلور في محطة تنقية مية الشرب، فبتوصل لكم فبتشموا ريحة الكلور في المية، أو تقولوا المية دي طعمها غريب. مزودين الشابة مثلا اللي بيحطوها عشان التنقية، فتلاقي الحاجات دي بتغير الكلور عندي من المواد اللي هي الأورجانيك ماتيريال بس نون ميتال. يعني لو لاحظنا كل الكلام ده نون ميتال، دي أورجانيك ماتيريال بس نون ميتال ماتيريال، كل دي بتغير طعم المية بتغير ريحتها. بعض الحاجات المركبات اللي هي الأورجانيك زي البنزين دي ممكن لو حصل ان حد شربها ممكن تؤدي لا قدر الله الى الكانسر. فمن الملوثات الكبيره جدا الاورجانيك ماتيريال، وممكن توصل لدرجه ان احنا نقول عليها توكسيك ماتيريال، ان هي مواد سميه ممكن تسبب امراض جسيمه او تسبب الموت للانسان. ازاي اتعرف على الاورجانيك انديكيتورز وجودها؟ يعني احنا قلنا ان انا عندي عشان اعرف تلوث في المحاضره اللي فاتت، عشان اعرف تلوث بيبقى عندي مؤشرات تقول ان في هنا تلوث. طب كل الاورجانيك انديكيتورز اللي احنا اتكلمنا عليها دي اعرف ان هي موجوده ازاي؟ بختبرها بالتوتال ديزولف اكسجين ديماند. الاكسجين ديماند توتال اكسجين ديماند الرمز بتاعه تي او دي، هي مش موجوده هنا، دي رمزها تي او دي. التوتال اكسجين ديموند ده انديكيتور بعرف بيه وجود الاورجانيك، بيتمثل في ثلاث حاجات: الكيميكال اكسجين ديموند تي او دي، وده هنتعامل معاه كتير، البايو كيميكال اكسجين ديموند اللي هو البي او دي، وده هنتعامل معاه كتير، والنيتروجينس بايو كيميكال اكسجين ديموند اللي هو ان بي او دي. كل الحاجات دي مؤشرات انا بستعملها تحت مظله الديزلف اكسجين. وهرجع اقول ان الاكسجين من الحاجات المهمه جدا للتعرف على التلوث، لان في بعض الملوثات بتتاكسد بالاكسجين وتطلع مركبات تانية تقوم تستهلك الاكسجين الموجود. فدايما الاكسجين بالنسبه لي مؤشر. البكتيريا ودي بيولوجيكال مش كيميكال، هو هنا كيميكال انديكيتور، لكن حتى في الحاجات البيولوجيكال البكتيريا بتنشط وجود الاكسجين وممكن تتكاثر مع وجود الاكسجين ودرجه الحراره. فالاكسجين عندي مؤشر مهم جدا سواء في الكيميكال او في البيوكيميكال البيولوجيكال بوليوشن. البيولوجيكال اكسجين ديمون اللي هو كميه الاكسجين المطلوب للتفاعلات البيولوجيه، ده لما يبقى انديكيتور وانا اضيفه على الماده الملوثه بيستهلك وبيتفاعل منها جزء. على قدر هذا التفاعل وهذا التلوث بقدر احدد اولا نوع الملوث ايه، ثانيا التركيز بتاعه قد ايه. عشان كده بقول دي كلها انديكيتورز، مجرد مؤشر زي الترمومتر كده بيقيس درجه الحراره، ده مؤشر اقدر اقيس بيه التلوث. ساعات انا ببقى مش عارفه التلوث سببه ايه، عارفه الاعراض بتاعته او عارفه ان في تلوث بس مش عارفه ايه هو التلوث ده. فالانديكيتورز دي بتحدد النوع وبتحدد التركيز. المتوسط التركيز الطبيعي للبي او دي اللي هو بايولوجيكال اكسجين ديماند بيبقى اقل من 2 ل 15 في الريفرز.
وده طبعا دليل يعني التيبيكال، يعني ده مش ملوث، يعني لو استخدمته انا كانديكيتور الرينج ده ما يعتبرش فيه تلوث، ده الانهار العاديه بيبقى الارقام بتاعتها بالشكل ده في الرينج ده. الكيميكال اكسجين ديماند اللي هو السي او دي، يا ريت نركز على الرمز مع الاسم، يعني ده براكتس كل، يا ريت لو عندك بس نوت صغيره كل ما يقابلك اسم في الماده حط جنبه الرمز بتاعه، لان احنا بنتعامل مع مواد كتير جدا، ومن الابلكيشنز الكتير اللي انتوا شفتوها في شيت 2 وهتشوفوها بعد كده في كل الشيتات اللي هتيجي، ممكن انا بتعامل بالرمز ده، فلازم الرمز ده تبقى عارف هو مقصود بيه، يعني انا ما بكتبش الكلام ده كله سواء في شيت او كويز او اساينمنت او حتى امتحان، انا ما بتعاملش باليافطه العريضه دي، انا بعمل بالسي او دي على طول، بدي لك تركيز وبقول لك ده موجود، فلازم تبقى عارف السي او دي كده على جنب، تعمل جدول كل اسم بالرموز بتاعته عشان ما تنساش، دي برضو مهمه يا ريت تكتبوها نوت على جنب. انا بتعرف بالتي او دي على الاورجانيك ماتيريال اللي موجوده زي البوتاسيوم برمنجنات، برمنجنات البوتاسيوم لو تفتكروا كنا زمان بنستعملها عشان نشوف القاعديه والحمضيه، ان احنا نحط الورقه لو لقيت لونها بامبه لو الشكل ده بنعمله في ثانوي، ما اعرفش بتعملوه عندكم في اعدادي ولا لا، بس برمنجنات البوتاسيوم بتستخدم برضه عشان استخدم اعرف هي كماده ممكن اعرف منها مؤشر لها سي او دي، ممكن يحصل تفاعل اكسده بيها واقدر اعمل اكسيد اكسيدايزنج كيميكال، يعني دي لما بتبقى موجوده بتتفاعل مع الاكسجين وبتديني مؤشر، ممكن يكون مؤشر لاورجانيك ماتيريال، ممكن تكون مؤشر للقاعديه والحمضيه، البرمنجنات البوتاسيوم دي من الحاجات المعروفه كتستر يعني. كبريتات الفضه ممكن تبقى عامل مساعد كاتاليست معايا، طبعا انا مش دايسه قوي في المعادلات، هي في ناس بتدرسها بمعادلات معقده وتوازن في المعادله، بس الحقيقه انا ما دخلتش في الجزء ده علشان ما تحسوش انكم بتاخدوا كيمياء، ونبقى شبه كليه العلوم لما بتاخد الكلام ده اللي هو الهيدروكيمستري، هو في ماده اسمها هيدروكيمستري كيمياء المياه بتدرس في كليات العلوم في الجزء بتاع الكيمياء، قسم الكيمياء في جزء خاص بالهيدرو، لو انا دخلت فيها قلت احنا مش احنا مهندسين مدني مش بتوع كيمياء، فعشان كده انا ما يعني مش داخله قوي في المعادلات، يا دوبك واقفه على الايون ولو خدنا الكترون من هنا يديني كذا، لكن اللي عايز يرجع لاي انفيرمنتال على النت في اي كتاب ريفرنس هيشوف التفاعلات دي اللي بقول برمجانات البوتاسيوم بتعمل اوكسيدايزنج، يعني ايه بتعمل اكسده، طب الاكسده دي معناها ان في ذره اكسجين بتيجي تروح لمركب تاني تعمل تركيب كيميائي تاني خالص، فدي ممكن اعبر عنها بمعادله، بس انا شلت الجزء بتاع المعادلات عشان ما تزهقوش من الماده، عشان ما تحسوش انكم في كليه العلوم. السي او دي معدل السي او دي العادي في الانهار الستريمز او الريفرز يعني بيبقى من 2 ل 100. الاكسجين ديموند يعني سي كيميكال اكسجين ديموند، ديموند يعني احتياج او مطلوب، فانا بستخدم ده انديكيتور علشان الاكسده اللي هتحصل بالاكسجين الموجود للملوث هي دي اللي هتبقى المؤشر بتاعي، يعني انا باخد المؤشر ده اللي هو الانديكيتور ده عشان الاكسجين الموجود ده يحصل تفاعل مع الملوث واقدر ينتج عنده ماده ثانيه تبقى هي دي الانديكيتور للملوث اللي انا بتكلم عنه. الديزولفد اكسجين اللي هو الاكسجين المذاب، هنا الاكسجين المطلوب ديموند المطلوب للتفاعل، هنا الزائد بالديزولفد اكسجين، الحقيقه في الميه غازات زائبه كتيره مش بس الاكسجين، بس اكتر واحد بيأثر معانا احنا بتوع مدني على البيئه المائيه وعلى الاسماك وعلى النباتات وعلى الميه هو ديزولفد اكسجين، بس هو
في لما بيجي يندرس بيندرس تحت الغازات الزائبه او المذابه في الميه، وبيبقى معاه حاجات تانية كتير. لكن انا بيعنينا احنا في الشغل بتاعنا اللي هو الاكسجين المذاب والرمز بتاعه دي او. الاكسجين المذاب ده بيبقى موجود دايما في الميه بصوره طبيعيه في رينج اعلى من 6، اعلى من 6 ملي جرام على اللتر يعني، او 6 جزيئات على اللتر. ف النسبه دي اللي هي اعلى من 6 بتسمح لكل الكائنات الحيه سواء نباتات او حيوانات مائيه او اسماك انها تعيش بصوره اللي هي مغموره في الميه، بتعتمد في تنفسها على الاكسجين المذاب ده. هي عايشه كلها تحت الميه، ما بتشوفش الهواء خالص، فبتعتمد بصوره رئيسيه على الاكسجين المذاب، سواء في عمليات التمثيل الكلوروفيلي بالنسبه للنباتات والطحالب، او بالنسبه للاسماك والكائنات الحيه التانيه بتعتمد على الاكسجين. فده العصب بتاعهم، لو حصل انه قل عن نسبه معينه بتبتدي يحصل خلل في البيئه المائيه اللي بنسميها عليه الاكوا سيستم او الاكواتيك سيستم، وبتبتدي تظهر مشاكل عندنا. برضو مهم جدا الأكسجين للنشاط البكتيري، سواء البكتيريا اللاهوائية بيحصل لها نشاط بكتيري وبيحصل تفاعلات داخل البيئة المائية نفسها. فالأكسجين من أهم الحاجات المؤشرات اللي في البيئة المائية، وبيستخدم في البيولوجيكال كبيولوجيكال انديكيتور وككيميكال انديكيتور، وفي الاتروفيكيشن. يعني الاتروفيكيشن محتاج الدي او، في البيولوجيكال بحتاج الديزرب اكسجين، في الكيميكال بحتاج الدي او. ده شغال معايا انديكيتور في كل انواع الملوثات اللي ممكن اتعامل معاها. هندخل بقى للجزء الاساسي من المحاضره بتاعتنا النهارده، واللي فات ده كان مراجعه على اللي فات ومقدمه اللي جاي. هبتدي اخد كل ناتشرال ووتر واتكلم عليها، ايه الحاجات المهمه بطبيعه الميه دي اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي فاتت اللي لازم اخدها في الاعتبار. دي ميه جاريه، هيبقى التعامل معاها في البارامترز مختلف عن الميه الراكده، مختلف عن الميه التايدل اللي هي الموجيه. كل واحده من دول هنتكلم معاها، وهنستثني الجزء بتاع جراوند ووتر كواليتي بارامترز مش هنديه في المحاضرات، وهنديه لطلبه المشاريع بس اللي هم هيدخلوا مشروع الووتر كواليتي. فالجزء بتاع جراوند ووتر مش هناخده معانا في الشرح، احنا بس حاطينه كامثله ان كل واحده من دول لها بارامترز مختلفه. الجزء بتاع جراوند ووتر كواليتي بارامترز هنشرحه بالتفصيل مع طلبه المشروع، فيا ريت طلبه المشروع تبقى تديني تعمل جروب علشان هبقى اشرح لها اثناء المشروع الجزء ده. ده تحصيل حاصل بس بقسم. انا عندي الريفر بيبقى له هيدروليك بارامترز، في سرعه، في تصرف، في دبس، في ويتس، في سيمتري. السيمتري اللي هو القطاع الكروس سكشن، في ريجيم اللي هي حاله الاستابيليتي بتاعه الريفر. طبعا الكلام ده بيجمع كل اللي انتوا خدتوه قبل كده في الهيدروليكس. ده جزء الهيدروليك بارامتر لازم اقيسه الاول، وما اقيسوش مره واحده، اقيسه كتير، ولو مش عارفه اقيسه اجيب بياناته من الجهه المسؤوله عنه. يعني احنا عندنا في مصر وزارة الري هي المسؤولة عن الحاجات دي، سواء ترع أنهار هي المسؤولة عن البيانات دي. فقبل لو أنا عندي هعمل دراسة لازم أروح أجيب البيانات المتاحة الأول قبل ما أنزل أخد قياسات عشان أعرف إيه الوضع، والقطاعات دي ممكن ما أقدرش أقيسها أجيبها. لو أنا عايزة أتأكد بنفسي ممكن أنزل الموقع وأعمل القياسات دي بنفسي بقامة، ونمشي نحدد شكل القطاع ونرسمه. الوقت سهل، في اجهزه متقدمه هتشوفها في المعمل ان شاء الله لما تروحوا. اقدر احدد بطريقه الشرايح، هحدد العمق واحدد السرعه بجهاز قياس السرعه، واقدر احدد بعد كده التصرف وارسم القطاع. يعني كل ده اقدر اجيبه جاهز من الجهات المسؤوله زي وزاره الري مثلا، او اقدر مش واثقه في النتائج انها دقيقه او مش محدثه قديمه، اقدر انزل في الموقع بنفسي واخد القياسات بتاعتي
بقامة هقدر أقيس الأعماق، وبأجهزة قياس السرعة هقسم شرايح في منتصف كل شريحة هقيس السرعة، بعدين أجمع أطلع التصرف وأرسم القطاع وأطلع الأريا وأطلع كل اللي أنا عايزاه. يعني أنا أقدر، أنا اللي بحدد حسب، طبعا ده كله بيتكلف فلوس، أنا اللي أحدد إذا كنت أنا هعتمد على الداتا المتاحة اللي هي الهيدروليكية بس، ولا هنزل أقيس بنفسي. الكلايماتيك بارامترز دي اللي هي أشعة الشمس والحرارة والرطوبة والأمطار، كل الحاجات دي وسرعة الرياح، المفروض دي موجودة في محطات على بتبقى منتشرة على مستوى الجمهورية، أقدر أخد الداتا بتاعتها جاهزة من المحطات بتطلع النتيجة يوميا، أو أقيس بنفسي لو أنا عايز. خلصت الجزء الأولاني ده هيدروليك ده كلايماتيك، أدخل بقى على الفيزيكال والكيميكال والبيولوجيكال. الفيزيكال بارامترز بالنسبة للأنهار هي بالنسبة لكل الحاجات، هما 5 عناصر، فدول مشتركين معانا. الفيزيكال مشترك معانا في أي حاجة، أي نوع من أنواع المياه، بنقيس العقارة طبعا، المياه البيور لازم تكون شفافة يعني ما فيهاش أي درجة عقارة، فالتربيدتي لها مؤشر وموجود عندنا في المعمل إن شاء الله تقدروا تشوفوه وتشوفوا بيقيس إزاي درجة العقارة. التربيدتي، التوتال سسبندد سوليدز اللي هي تي اس اس، دي المعلقه وليست الزائبه، توتال سسبندد سوليدز كميه المواد العالقه في المايه. الووتر كلاريتي بالنظر، انا بشوف المايه شفافه ولا مش شفافه، واقدر اكتب ريبورت شفافه معقره شديده التعكير. طبعا احنا بعد شويه هنطلع لما نيجي نعمل سامبلينج هيبقى معانا شيت واحنا نازلين الموقع بنحط فيه البيانات، كل الحاجات اللي بتتعمل بالنظر او باللمس او بالريحه بالحواس يعني بكتبها، الحاجات اللي هقيسها يا اما يبقى معايا اجهزه بقيسها في الفيلد، يا اما باخد عينات واقيسها في المعمل بعد كده. طب يبقى عندنا شيت بنكتب كل الكلام ده، الحاجات دي ممكن تبقى زي ما قلت تبقى موجوده واكتبها جاهزه معايا، او اقيسها في الموقع زي ما بقيس البارامترز التانيه. درجة الحرارة مهمة جدا جدا بالنسبة لي، يعني لو ما عملناش كل ده يبقى درجة الحرارة مهمة بالنسبة لي وللعالم كله، يعني المناطق الجليدية درجة الحرارة مهمة جدا، لأنه الجليد في وقت بيسيح وفي وقت بيبقى شديد التجمد. بالنسبة لنا درجة الحرارة بتأثر كتير على الإتروفيكيشن، على المصايد السمكية، على الفيش برودكشن، على بتوفر بيئه كويسه درجه الحراره لعمليه الاكسده او عمليه التلوث، زياده التلوث درجه الحراره الزياده بتعمل عمليه تلوث زياده برضه، لو في ملوثات بتزود الملوثات اكتر، فدرجه الحراره مهمه جدا جدا. أنا سمعت الكيميكال نعم هو بس في المحاضرة الثالثة بتاعتنا بتاعت المطارات والشبكات، المادتين دول بدأوا الميتنج بتاعهم لأن الميعاد بتاعهم جه. هو احنا مش ميعادنا 11:30؟ لا احنا ميعادنا في نص الفترة التانية، نعم يعني ميعادنا المفروض 11 ل 10. مواعيد رمضان غير المواعيد العادية دي. ما المواعيد في طب رمضان ما متغيرة شوية. ما نبهنيش على فكرة، يعني هي المحاضرة بدأت التانية؟ المفروض التانية بدأت من الساعة 12:15، ده أكتر من 7 دقايق. طب أستأذنكم بعد ما تخلصوا نكمل؟ لأن احنا كده في هم محاضرة أصلا هما واحدة بدل بين الجمعة الحد. محاضرتين، إيه؟ هي مادة اختياري ففيها محاضرتين، فمش هنخلص كلنا مع بعض، يعني في ناس بتاخد هتخش مطارات دلوقتي وفي ناس هتخش شبكات محاضرة. طب أستأذنكم المندوب يبقى ينبهني، لأن أنا فعلا مثبتة الميعاد من أول من قبل رمضان وما حدش يعني ما خدش بالي من الموضوع ده. يعني أنا ماشي مش أنا متأخرة، أنا عاملة المحاضرة على 11:30 زي الجدول. أيوه، هي بس شوية لخبطة، كله كان اتلخبط كده في الأول برضه يا دكتور، عشان رمضان بس حاطين مواعيد جديدة مقللين الفترة شوية. طب يعني شايفين اوقف عشان تروح المحاضرة؟ أصل هما بدأوا طيب خلاص اوكي، انا كنت لسه بقول يا هادي ده المفروض ان دي اول عنوان النهارده، يعني انا كنت براجع اللي فات ولسه هدخل في الجزء ده. ممكن طب أخلي محمد السيد يتواصل مع حضرتك ونشوف ميعاد تاني مثلا، بس يا أو ريت يعني أعرفك قريب، بمواعيد لانه جديدة. الشيتات داخله في الكلام ده الاساينمنت، فمش عايزه سيكشن يسبق المحاضره. حاضر. يا ريت يعني لو حتى النهارده بعد التراويح
ناخد نكمل المحاضرة لو ينفع يعني بعد التراويح. بلاش يا دكتور بعد التراويح، ممكن بعد المحاضرتين محمد السيد يتصل مع حضرتك ونشوف الدنيا نعم تبقى فيها. بلاش بعد التراويح، بلاش بعد التراويح، في ناس كتير مش هتبقى موجودة، الناس كتير أنا بيبقى على والله ظروف يعني مش شغالة وكده عالية. أنا مادية امبارح الساعة 10 محاضرة لحد 12، من 10 ل 12 في تمهيدي الماجستير، وهم اللي اختاروا ما طب احنا رضيوش ممكن ياخدوا حتى يا الصبح. دكتور يعني ممكن حتى لو يناسب حضرتك بعد المحاضرتين الطرق طب يعني طب فينا انا والشبكات. حاسبكم، انا طبعا لازم احترم ان في حد بعدي وهقفل، بس انا